السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عند جنات. اليوم ان شاء الله غنديروا معكم تجربة ديال هذا الكيك اللي شريته جاهز. طريقة سهلة ما فيش مقادير كثيرة وكيجي زوين. الكيك ديالو كيجي مهوي واسفنجي وزوين. المذاق تاع الشوكولا خاصة المذاق تاع الشوكولا كيجي رائع بزاف بزاف. يلا اللي بغى الفيديو يتابعني حتى الاخر باش يشوف كاع المكونات تاع هاد الباكيه كيفاش كندير ليها. كتخرج رائعه بزاف بزاف. لاول مره كيزور القناه يدير لايك واشتراك وفعل الجرس باش توصل باي جديد وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. كناخذ واحد القبصه تاع الملحه، خمسه البيضات، خمسة ديال البيضات، نطربهم مزيان، غادي نزيد ربع كاس ديال الماء. الماء مع البيض كيطلع مخليهش كيخليه كيولي بيض. غادي نجيب واحد المعلقة ديال الخل، واخا ما فيهاش الخل هذه غندير فيها الخل واحد شويه. حيدو السفوريه تاع البيض، غادي ندير معاكم اليوم هاد الكيكه اسفنجيه. هذه شريتها جاهزه، خاصني ندير لها على البيض والماء. انا زدت الخل من عندي كما كتشاهدوا. غنجربها اول مره معاكم. بسم الله هانتوما فيها كمية لا بأس بها. قطعها وغادي نخويها، نخوي وأنا كنطلع. هانتوما المشاهدين تبارك الله فيها اول مره غادي نجربها معاكم. شوفوا كيفاش غتجي، فيها السكر فيها كلشي، تاع البيض والماء والخل. بغيتو ديروه ديرو، ما بغيتوش ديرو ما ديروش. قرصه تاع الملح هذه ضروري. وغادي نخلط كما كتشاهدوا، خلطه بشويه باش ما يطيرش. الا جاتني ثقيله غادي نزيد الماء، لحقاش خمسه البيضات ماشي كبار اللي عندي، ماشي كبار. نشوف واش غنزيد ولا لا. غنزيد حتى شي حاجه بوحدها كما كتشاهدوا. هي وجدت هانتوما. هذا هو القوام ديالها. ديروها في المول، كونوا دهناه بالزبده وشيناه في الدقيق. هانتوما خلطتها مزيان، هي الصراحة سباتي كتخلط مزيان. هانتوما كي نديرها في المول
هيتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. بسم الله نزلت ديال فوق ودابا غنديوها للفران ونرجع معكم ان شاء الله. الكيكه ديال البواطه اللي درت معكم بعد ما خرجت من الفران درت ليها دانيت شوكولا وكنزين فيها بحال هكا بحال هكا، ولكم الاختيار زينوا باش ما بغيتوا ضروري تزينوها بالشوكولات حيت هي تاع الشوكولات كنديروا لها الشوكولات بحال هكا. كدوها بحال هكا وزينوها باللوز ولا بكاوكاو ولا باللي كان دانية شوكولا. هي ما كتجيش عالية كتجي شوية ولكن كتجي رائعة. كما كتشاهدوا هذه هي الكيكه ديالنا، هانتوما كيفاش كتجي. كتجي رائعه بزاف، كتجي طالعه واحد شويه حيت درتها انا في مول كبير، يمكن لكم ديروها في مول صغير المهم كتجي زوينه. نزينها ب فيغميسيل تاع الشوكولاط ونرجع معكم. ها الكيكه ديالنا تاع البواطه جات رائعه، هانتوما كما كتشاهدوا درتها بحال البواطه تماما، انا زوقتها بهذا الزواق شويه هانتوما كتجي رائعه. درتها بدانيت دانيت شوكولا باش زوقتها نتوما كيفاش كتجي. كتجي رائعه بزاف بزاف، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشريوها وتجربوها راه رخيصه وسهله. جاتني رائعه بزاف وانا درتها مازال في المول كبير كاع هانتوما كما كتشاهدوا. هاد الكيكه كتجي رائعه بزاف بزاف. هاد الكيكه كتجي رائعه بزاف بزاف، الثمن ديال الكيك ما كيتعداش 13 درهم وسهله. كتزيدوا على البيض والماء كما شاهدتوا معايا في الطريقه كامله وكتجي واحد المذاق زوين. انا درتها في مول كبير، يمكن لكم ديروها في مول صغير كتعلى بزاف وتقطعوها وكتجي زوينه ومهويه وبالصحه والراحه.